السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوتي المغاربة. اليوم تنتواجد مع واحد أخ ديالنا، رجل طيب، شيفور ديال الطاكسي البيضاء في مدينة فاس، تيدير فاس مكناس، ياك الشريف؟ سماك الله الشريف. سميتي السرغيني. السرغيني. نعم سيدي. تفضل معنا خويا، قول كلمة معنا. السمية ديالك وشحال أنت المدة تضرب في الطاكسي؟ الحمد لله. المهنة ديالي سائق فاس. سائق سيارة أجرة من الصف الأول. والله عادي. عندي كنمارس في هذه المهنة مدة ديال 32 سنة. تبارك الله والصلاة على النبي. وبجهد الله والقدرات ربي وقف معك ورضاة الوالدين. خلقت المهنة في 27 شهر 1 1990. لحدنا هذا. إلى يومنا هذا إن شاء الله بحول الله. اللهم لك الحمد. تنظل مع الله. السياقة الحمد لله تنسوق بواحد الفارقة والرزانة ماشي بحال شي واحد المتهورين. الحمد لله سنة الحمد لله عندي الدوسي ديالي المقيم الشريف والشرفة والشرفة نقطة وحدة ديال الوسخ الحمد لله معنا. اللهم لك الحمد هذا فضل من عند الله وبين تمر عطيه لك الله في وجهك النور عطيه لك الله في وجهك والصدق والكلام الحلو وراجل طيب الانسان ما تيكون راجل طيب راه ماشي غير يقبطو غير يشجل معك هذا الفيديو الانسان راه راجل طيب في وجهه ولكن الموضوع ديالنا اليوم هو نصيحه للشعب المغربي في هذا الشهر رمضان شهر رمضان على الابواب وتنديو لكم يا ربي بالصحيحه والسلامه والغفران الحمد لله من عند الله وتصوموا هذا الشهر رمضان كيف ما بغينا احنا اخوتي المغاربه الله يجازيكم بخير الموضوع ديالنا هو بعد شي وحدين اللي تيصوموا ويترمطنوا على الناس الله يجازيكم بخير تساعدوا باش ربي يسخر لكم في الشهر ديالكم ويدوز لكم النهار ديالكم بخير وعلى خير واش كاين اخويا الهضره ولا ما كايناش انسان يصوم ويعرف راسو بان ما يتقلقش مع خوه المسكين هذا شهر الغفران شهر الغفران عباد الله انسان خصو باش الله يغفر له ماشي تبقى تصوم وتتقطع وتقطع على خوك المسلم ولا تتقلق ولا تتعصب الله يجازيكم بخير من هذا المنبر تنديروا هذا الفيديو وتنصلوا للشعب المغربي انسان تيصوم بعد المغاربه ماشي كلشي تنعمم كاينين ناس طيبين تيصوم وتيعرف راسو شنو تيقول وكلام الحلو ويدوز نهارو زويون ويدير الخير في خوه المسلم حنا راه غير الدراوش فهمتي الانسان ما يتقلقش وبقى يتعصب خليكم معايا اخوتي المغاربه دقيقه الله يجازيكم بخير الله يرحم لكم الوالدين النصيحة اللي تنديو للشباب وتنديو للشعب المغربي بعض الشعب المغربي شهر رمضان على الأبواب يحاولوا يدوزوا النهار ديالهم بخير وعلى خير أخوتي المغاربة حنا تنديو لكم هذه النصيحة كيوتيوب الله يجازيكم بخير معكم خوكم ناصر الطلياني والشعب ناصر إسباس طلياني النصيحة اللي تعطي أخويا الناس اللي تيصوموا وتيترمضوا وتيتعصبوا إنسان يدوز الشهر ديالو راه حرام نقطة ديال الدم تسيلو لخوك المسلم راه حرام في الدين ديالنا راه انسان لا سيلتلو دمو في رمضان راه تيفطر مسكين ما تعصب ما تعصب انسان ما تقلق ودوزوا نهاراتكم مزيانين والله يدوز هذا الشهر مبارك مسعود بخير وعلى خير اعطينا شي كلمة الله يسر عليك ان شاء الله بحول الله هاد يدخل علينا الله تعالى وتبارك هاد الشهر المبارك شهر الغفران وشهر الموده والرحمه الحمد لله عند الله تعالى وتبارك وهذا هو الشهر فين ربي الحمد لله نزل القران ياك دخلوا علينا وعليكم بالخير والتيسير وعلى صاحب الجلاله الله ينصروا لينا الله ينصروا لينا طولنا في الاسره العلويه وخلي لهم في العمر الله ييسر لنا يا رب طولنا في عمرك الله يحفظه لنا الله يحفظه لنا نطلبوا من الله تعالى وتبارك في هذه الحواجر وفي هذا الشهر المبارك ان شاء الله بحول الله يكون على جميع الأمة سيدنا محمد بالخير كلها كل تطلبوا الغفران للمسلمين كلهم يا ربي وتعفو على المسلمين يا ربي تعفو على المسلمين وتغفر لنا من الذنوب ديالنا يا ربي ترحمنا تنطلبوك يا ربي حنا تنترجاوك يا سيدي ربي في هذا الشهر المبارك يا ربي تنزل الرحمة علينا يا ربي تنزل الرحمة على المسلمين والله يطولنا في عمرك العام سيدي وخليك لينا ونصيحة تنديوها للشعب المغربي من هذا المبر والله يخليكم حاولوا ما تهلاو في راسكم والعواشر مباركه مسعوده باش تتمنوا بالصحه والسلامه وطول العمر المهم نصيحه ديناها للاشخاص اللي تيترمضنوا في شهر رمضان
الله يخليكم، حاولوا على راسكم وحاولوا على راسكم وتهلاو في الناس الدراويش البسطاء مساكن اللي ما تيلقاو الجهد والمساعده ولو غير بالبسيط. الله يخلي لكم الناس اللي عنده يتهلا في اللي ما عندوش، راه ما غنديو معنا حتى شي حاجه، غنديو غير رحمه الله ونديو غير غير الاعمال ديالنا. والسلام عليكم ورحمه الله، ودعموا اخوكم ناصر الطرياني في هذه القناه ديالي، والسلام عليكم.